البارح شكون؟ اليوم شعندو جديد؟ وغدوة كيفاش؟ البارح اليوم وغدوة مع أمال شاهد. البارح اليوم وغدوة عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البارح اليوم وغدوة. باش تجمعنا من هوني حتى للسبعة ونص، فما شكون مفجوع من سبعة ونص لمحال، ما تراو كيفاش الوقت باش يتعدى بجوانح طاير ومش باش نخلطوا نحكيو في اللي نحبوا نحكيو فيه الكل. نهار 26 أوت باش يكون الاختتام نتاع مهرجان الحمامات الدولي في دورته الحالية. ونهار 26 أوت باش يكون فما فنان تونسي عنده صيت عالمي هو ضيفنا في حلقة اليوم البارح اليوم غدوة، اللي هو بكل بساطة من غير تفلسيف ياسر في تقديمه الفنان أنور إبراهيم. عسلامة أنور، مرحبا بك. أهلا وسهلا، عسلامة. وشكرا لك على قبول دعوتنا في ذاعة شباب. بارك الله فيك. عنا مدة. أي مدة طويلة. مدة طويلة. مدة طويلة. بالأخص على إذاعة الشباب. عندي ذكريات. اما واش في استوديو ولا استوديو جديد عليك كده؟ قداش ليها اذاعه الشباب؟ شنو اللي انا من 95 انور 95 من نوفمبر 95 من اخر 95 معناتها اكثر من 20 سنه توريت كيفاه؟ معناتها احنا نعرفوا بعضنا عندنا اكثر من 20 سنه 10 تشيله وعريضه. مرحبا بك انور. عندك مش سي حبيب بالعيد اللي من مؤسسين اي على الاول بالكل على الاول بالكل صحيح معلوماتك صحيحه. نهار السبت شكون عندك الاختتام تاع مهرجان الحمامات الدولي بعد غياب ثلاثة سنوات تقريبا 2014 اخر مره قدمت فيها عرض في تونس في مهرجان كرتاج بالالبوم الاخراني نتاعك اللي هو سوفينونس او استذكار. المره هذه ترجع بالبوم جديد واش نحكيو عليه؟ نحكيو على التفاصيل نتاعو رغم اللي مش نسمعوا منه برشا حاجات. فسالك في ساعه في ساعه البرنامج اسمه البارح اليوم وغدوه. ايه باش نحكيو على البارح، باش نحكيو على اليوم، وباش نحكيو على المستقبل. انور ابراهيم على التاريخ الكل. على التاريخ الكل، باش نحكيو على انور ابراهيم مسيرته الكل من وقت اللي بدا لليوم. لقيت ديفينيسيون انور ليك باش نقراها وفسرها لنا، فسرها لي انا وفسرها للمستمعين زادا. ديفينيسيون هذه موجوده على الموقع الرسمي نتاع انور ابراهيم اللي هو anourbraham.com. اشكون انور ابراهيم؟ انور ابراهيم ايتان concentré de paradoxes féconds, un classique suprêmement subversif, un solitaire résolument ouvert sur le monde, un passeur de culture à la fin S, enclin à s'aventurer aux limites les plus extrêmes de lui-même. للامانه الصحفيه والعلميه مش انا بطبيعه اللي كاتبه الكلام هذايا، اللي كاتبه هو ستيفان اوليفيي اللي هو كريتيك دار ناقد موسيقي فرنسي. ايش معنى هالكلام هذا؟ الكل ما دامك حاطه على السيت ويب نتاعك معناتها موافقه عليه انا. موافق مش قال لك انا عملت السيت ويب. واه ما كيفاش يحطوا لك على السيت ويب حاجات انت ماكش موافق عليهم؟ ينجموا يحطوا لك مثلا ينجموا مثلا يحطوا لك تصويره انت ما تعجبكش؟ لا 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 هكا ولا لا بالاخص معناها عندي سمعه اني نتبع كل شيء ونشوف كل شيء. الو عاود تقرا لي عاد باش نفهم شنو معناها. ان كونسونتري دو بارادوكس مركز نتاع مركب نتاع تناقضات تناقضات هكا أيه. شخصيتك انور ان نعرفك عندي 20 سنه ولا اكثر ما نعرفش هكا حاجه فيك. تركيبه نتاع تناقضات في وقت في نفس الوقت انت كلاسيك هي ديما هي ديما شخصيه عبد اي انسان ديما مركبه برشا تناقضات حتى ولدك بنتك العبد اللي تعيش معاه تنجم تشوف وجه منه في نهار معين وديما الشخصيه نتاع العبد هي ديما هذولي تكون تركيبه نوعا ما من نوع من التناقضات من تلقاها مثلا حنين ومن جهه اخرى ما نعرفش انا صعيب برشا هذيك يخلق شخصيه العبد والتناقض هو يقصد ربما بالتناقضات ولا ما حدا يحكي على انور ابراهيم الموسيقي ما انا قصدت انا قصدت نعمل بروجيكسيون على شخصيه انا معناها انا حكيت لك على التناقضات في الشخصيه نتاع الانسان يعني بصفه عامه ولكن من الناحيه الفنيه هو ربما هو بالطبيعه يشير للناحيه الموسيقيه والفنيه يقصد بالتناقضات انه بصفتي انا عندي تكوين مثلا اذا نحاول نفهم خاطر هو شنو سي ان ارتيكل كي سيتي كوم ان بيي دومور معناها هو راي شخصي الانسان انت من خلاله تنجم تقرا اشياء، انا ما حاولتش نفسر ياسر ولكن مثلا يقصد بالتناقضات ربما انا مثلا جاي من
من تقاليد موسيقية عتيقة، مدرسة كلاسيكية قديمة. ما وقت دخلت الموسيقى تو كيما برشا شبان يدخلوا الموسيقى من باب نقولوا احنا لا مودرنيتي، يختاروا الجيتار، يختاروا الموسيقى البديلة، يختاروا من الأول، يختاروا باش يكسروا القواعد ويتمردوا عليها من الأول. أنا من 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 الناحية هذه من الأول اخترت أني نشد ثنية تقاليد، ومثلا تلمذت على البسة في المعهد الموسيقي، ثم على السريتي، وكما نقولوا احنا ثنية الركبة، باش ودخلت المعهد الموسيقي تعلمت معناها القواعد التقليدية، ثم بالأخص مع السريتي دخلت تعمقت وتيحت لي الفرصة، وهذا كان أنا أقول احنا أسعدني الحظ باش تعمقت نوعا ما في دراسة المقامات والموشحات والأدوار. ومن ناحية ثانية في العمل متاعي هذايا فيه ربما جانب من الحداثة والمغامرة، فهو ربما ينجم يكون نوع ينجم الإنسان يشوفه متناقض، جمع بين التناقضات، ولكن هو اللي يقصده أنه إذا فهمت مليح أنه هو المفيد شنو هي التناقضات عطات، هذا اهم شيء. هو اذا التناقضات تعطي شيء معناها كيفاش يقولوا عنده قيمه موسيقيه معينه ولا فنيه معينه سي طو ميو، واذا التناقضات عطات قعدت في حاله الاصطدام وما جابت حتى شيء وقتها سي ان بوان دو فيو نيجاتيف يعني سلبي. لا يظن جبت برشا حاجات، جبت 9 ألبومات أقل حاجة، ودرا قداش من مشروع متميز وخارج عن المألوف تقدم على الربح. هو مش برشا 10 ألبومات في مسيرة بتاع في 20 سنة. أنا يعني أنا بطيء شوية نتسمى بالنسبة تنجيوها نقطة معناتها لاكادونس اللي تنتج بها الأعمال اللي تألف بها وتنتج بها الأعمال نتاعك، خاطر أنت ماكش تعمل في فاريتي أنور براهم، ماكش تعمل في ألبومات نتاع أغاني تجارية اللي يتكتبوا في ربع ساعة ويتنفذوا في نهار في استوديو وبعد يخرجوا يتوزعوا، انت تعمل في تاليف موسيقي. ما تحقرش الاغنيه اللي مانيش حقرتها، اما نعرف اللي ما تتطلبش نعرف اللي ما تحقرهاش، ولكن اللي يتطلب العمل نتاعك انت ساعات هو صحيح معناها بالحق ثم يسميوها الموسيقى الجديه كما مثلا في الموسيقى الغربيه لا ميوزيك سيمفونيك، افيكتيفمون باش تكتب سيمفونيه مثلا في اطار الموسيقى الغربيه مش كما باش تكتب اغنيه، ربما المجهود يختلف، ولكن ساعات حتى اغنيه ولا جمله موسيقيه سهله يحتمل هذيك اصعب التركيبه نتاعها تظهر معناها سهله، ولكن في حد ذاتها ماهي سهله. يختلف الامر، ما نعرفش شنو لو ريفيرونسيال شونسونيي نتاعك انور براهم، ما نعرفش شنو الاغنيات اللي انت تفكر فيهم اللي نسمع فيهم اليوم في الراديوات الكل كل يوم. هي ولا انت تخمم في اغنيات ملحنه مصالح عبد الحي ولا هي صوماتي ولا اسمع ثم هذاك موجود في كل الانماط الموسيقيه. ساعات تلقى انماط موسيقيه مثلا مش لازم حتى نسمي، ما سمعت حاجه مؤخرا اللي هي تعتبر ربما طموحاتها انها عملت طموحاته تعتبر جدية، ولكن حسيت انه ما ثماش لحظة ابتكار، وكأني معناها بالميترو عرفت. ما تحبش تقولنا شنو العمل اللي تحكي عنه؟ لا مش حتى معناها هو سي ما با كيلكان دو كونو، معناها هو فقط لسبيل المثال. يعني ساعات اعمال اللي هي تحب تكون عندها صبغة يعني جدية وذات قيمة، ولكن ساعات تلقى ما فيهاش لحظة ابتكار وسوربرونونت وتمسك، وساعات عمل اللي هو ما عندوش بريتونسيون كبيرة، ما عندوش طموح باش يبهر وكل شيء، ولكن فيك الجملة هذيك اللي ساعات تمسك، وهذا كلنا نعيشوه احنا. دونك هذا تلقاه سوا في أغنية خفيفة ولا تلقاه في عمل جدي. اتفقنا، باش نقعد مازلت في النص اللي كتبوا عليك ستيفان اوليفيه، ويقول في اخر يقول اللي انت تحاول انك توصل المنتهى ابعد نقطه في ذاتك، معناتها لي ليميت لي بلوز اكستريم دو لوي ميم، لوي ميم هو عليك انت انور، تحس اللي انت وصلت الى ابعد مدى في ذاتك في روحك في ابداعك في فكرك في طاقتك في قدرتك على التخيل وعلى الابتكار وعلى العطاء.
ما نعرفش كان وصلت، اما هو مع يظهر لي الملحن مثلا، انا نحكي كملحن، دائما الانسان يحاول يحط روحه في الوضعيه هذه، انه دائما في وضعيه رهان يراهن، وفي وضعيه مغامره يغامر، لانه قبل كل شيء هي الابتكار يظهر لي مرتبط برشا بمفهوم الحرية. أنا يلزمني نحس روحي حر، هذاك علاش عمري وقت نخدم على حاجة جديدة عمري ما نحدد وين أنا باش نمشي، ولا شنو الموسيقيين اللي باش نتعامل معاهم، ولا شنو هي نوعية الموسيقى اللي باش نعملها. دائما نحب نخلي روحي حر، ما نقيدش روحي بحتى شيء، ونوعا ما نحاول نفاجئ نفسي، وهذا يطلب انك تكون عندك نوع من، يعني يجبك تقبل انك تغامر دائما، على خاطر ما ثماش حاجه تقلقني انا، ويولي تقلق كل انسان يدعي انه يكون مبدع بطريقه معينه، انه ثماش حاجه تقلقه، انه ساعات يسمع من نفسه حاجه تفكره في شيء اخر حتى كان هو جاي منه هو. خاطر الفنان ينجم مش نقول يسانسبير، ولا ينجم يكرر حتى سي بروبر مي كليشي. ينجم يكون ثم خيط رابط بين اول حاجه يخدمها واخر حاجه يخدمها، خيط رابط يمكن نجم نسميوه البصمه نتاعو، التامبغ نتاعو، الحاجه اللي تميزه هو. لا هذيك تلقاها عند بصفه عامه في كل انواع الفن، سواء في الرقص ولا في الرسم ولا في الكتابه ولا في الشعر، ترقع معناها تولي في الرسم. انت ديك تشوف التابلو نتاع فان جوك تعرف اوتوماتيكمون اللي هو فان جوك. اكزاكتومون، رغم اللي تابويته برشا متعدي، لكن التوش تلقاها نفس الروح يا بيدها موجوده. ما نجمش نحكم على الشيء اللي نعمله سيب، خاطر واحد يتفرج في روحه في المرايه. ما تسمعش موزيكتك انورا؟ لا لا، حتى افيك دو ركول معناتها بعد 10 سنين 20 سنه تجبد شي البوم تجبدو تقعد تسمعو 10 سنين اليوم تجبد شي استراخان كافيه، تجبد شي مدار، تجبد شي خمسه. نادرا مثلا البوم جديد ما نجمش نسمعو. ما نجمش نسمعو، نضطر ساعات باش نسمعو على خاطر نحكي على الاسطوانة، بالاخص وقت لحاجة تبدا جديدة. من بعد مدة معينة وقت ننساها، ساعات اكثر الاحيان من باب الصدفة هكا، هو ساعات تسمع موسيقى ما نعقلهاش، قول نعرف موسيقى هي، ولكن بعد يحب لي معناها بعض ثواني باش نعقل اللي هي نتاعي. تلمو بالحق هو يلزمك نوعا ما تنسى اللي عملته باش تنجم تدهش نفسك وتدهش المستمع من اول وجديد. نوعا ما تدهش نفسك قبل كل شيء، المستمع ما تعرفش هذاك، عمرك ما تعرف انك باش تدهش ولا لا، جوستومون ما يلزمكش تخمم فيه، باش تكون ما يلزمكش تخمم شنو المستمع باش يخمم، خاطر باش تولي تخمم شنو المستمع يخمم تفقدك الحريه هذيك اللي هي بالنسبه لي انا عنصر نعتبرها عنصر. لكن هذا الانسان ما يعملوش بطريقه، سي با دو مانيير فولونتير، سي دو مانيير ديتر. تقولش انا باش نعمل هكا وانا ما لازمنيش نسمع وانا هو. بعد ساعات تقرا مقالات نتاع فنانين اخرين يشبهولك ولا ما يشبهولكش، وتقول مش انا وحدي هكاك. دونك فما نقطة عجبتني في اللي قلته، الكل نحب هكا نبربش فيها شوية، علاش كي تبدا عامل البوم جديد ما تنجمش تسمعه، ما تحملش انك تسمعه انور؟ على خاطر ما نشوف كان الاشياء السلبية. والهذه مكرهه جيت هكا، وهذه مكرهه جيت هكا، وهذه كانت تنجم تكون خير من هكا، وهذه ما تصورتهاش هكا. سامحني في كتابه الجمله الموسيقيه ولا في التنفيذ نتاعها، تسجيل في استوديو؟ التنفيذ بالاخص، في التنفيذ. الكتابه بصفه عامه تقول انت خدمت عليها مده معينه، وتكون عندك قناعه نسبيه ما بين ظفرين للشيء اللي، ولكن اوني سور دو ريان معناها. وفي عدة مناسبات نمشي للاستوديو بمقطوعات معينة، ونبدا ساعات ننتظر في رأي البروديكتور بتاعي اللي هو انسان يسمع مليح وعندي ثقة فيه برشا. عندي فيه عشيرك توا اكثر من 20 سنة اي نخدموا بعضنا، ومعناها ونعرف اللي عنده ذوق كبير وبالتجربة فهمت اللي من ساعات نسمعوا حتى
قطعه مازالت مش منفذه وهكا في البلبوسيمون نقولوا احنا الاولاني نتاعو ويحس اللي يقول لي اه سا سي انتريسون معناها دونك الثقه اللي عن معناها دونك ساعات انا بدي نمشي للاستوديو نعرف اللي ساعات بعض مقطوعات نكون قبل ما نمشي للاستوديو باش نحطهم في الزبله من هو معناها من رايه هو لا مش من رايه هو خاطر انا وقتها نعتبر القطعه هذيك ربما الي با دان انتيغي الاخر اكسترا يمكن نبجل عليها حاجات اخرين وساعات نخلط الاستوديو والموسيقيين ومانفريد هاشير هي اللي تعجبهم اكثر اما قاس مانيفيك ابون قول ابون بعد ننفذوها وبعد ساعات برشا قطاع مثلا عاش في سوفونونس من القطاع اللي ولات ربما تعتبر في سوفونونس من القطاع اللي حتى الجمهور في وقت نعزفوا يصفق لها اكثر واللي الموسيقيين يحبوها اللي هي سميتها بعد يوسف سونغ داير على اسم ولدي معناها جوستومون من الاول ما كنتش مقتنع بها بالكل عليه على خاطر ظهرت لي شنو ما كانش عاجبك فيها انا ظهرت لي ربما فيها نوع من الباناليتي بوتيتر ان بو سامبل بوتيتر يا اخي اول مره الكلارينيتيست نخدم معاه سمعها قال لي واتس فانتاستيك بيس قلت له انا كنت مش لا انا كنت باش نخبيها في القجر يا اخي كنت باش نخبيها في القجر هكاك تاقع دونك هذا بالنسبه لسؤالك يعني على نظرتي نسيت السؤال بتاعك هربنا عليه سؤال احنا دخلنا في عوالم اخرين انور براهم نذكر المستمعين اللي ضيفنا في حلقه اليوم البارح اليوم غدوه هو الفنان الكبير انور براهم باش نرجع بك برشا سنوات للوراء انور اول مره شديت فيها العود وبديت تتعلم عمرك 10 سنين اش هزك للعود؟ تقريب وحدي فما تاثير في العائله ما عنديش حتى لا ما ثماش حتى تاثير في العائله ما عندي حتى حد في العائله يعزف اله العود ولا موسيقي ولا عنده بعد لا بديت نعزف على العود فهمت مثلا اللي والدي وكذلك عمتي مغرومين بالموسيقى مغرومين بالغناء مغرومين يسمعوا معناه ولا يغني ولا مغرومين بالسماع يسمعوا فقط كي كناس يعني كناس كل اما ربما عندهم هكا عمتي مثلا مهبوله نتاع اسمهان وليلى مراد و أكل النوعية الموسيقية هذيك تاع وقت تفكر الأفلام المصرية وإحنا صغار نصغروا هالفترة هذيك ولكن في العائلة ما كانش ثم ناس دونك الموسيقى كان اختياري معناها ما تتفكرش شهزك لآلة العود بتحديد فريمون ما عنديش سوفونير ربما عندي 10 سنين انت تقرا وقتها عندي 10 سنين انا مولود في 57 معناها 67 كانت ثم تلفزه تونسيه وقتها 67 مش موجوده الحقيقه اي ما عرفتش كان فما لا كان كانت فما تلفزه عام 66 تعملت في ماي 66 التلفزه تولدت انور اي فما تلفزه فما تلفزه في ماي 66 في 29 ماي 1966 تولدت انا بدي نتسائل في نفسي معناها كيفاش شنو هي المناسبه اللي كنت نجم نشوف فيها العود؟ عود ايفيكتيفمون خاطر ما ثماش نشاط مثلا تاع عروض موسيقيه نتصورك طفل صغير عمرك 10 سنين لازم ريت عود وتبهرت بيه سي سيغ ومشيت لهم قلت لهم راني نحب هذيك الاله هذيك نحب عليها ريتو في الارتيزانا ما يفكروش انا العود الاول اللي شريته من الارتيزانا اللي كانت وقتها في نهج الحبيب بورقيبه في البالماريوم في البالماريوم اللي موجود توا كانت فما ارتيزانا هذيك خذيتو نتصورك 15000 وقتها غالي تسمى فانا عامين ستينات معدل هذاك هي معناتها تسمى غالي 15000 معناتها غالي ذاك الوقت هذاك ما عليناش في سومو انور خليني نمشي بك للسؤال اللي نحب نساله لك قلت لي مشيت للعود وبديت تدرب عليه وبديت تتعلم فيه بشويه بشويه وبديت تتشبث بيه وبديت تكبر معاه من 10 سنين ل 12 سنه ل 15 سنه ومن بعد كنت تخيل اللحظة انك باش تولي انور ابراهيم تاع اليوم انور ابراهيم الاسم الكبير واللي لابال اسامي يخرج له كل ثلاثة أربعة سنين يخرج له البومات واللي يعمل في دي تورني في بلدان العالم ثم بلدان ما نعرفوهمش معناتها نسمعوا بهم وقت اللي نشوفوا القائمة نتاع لي تورني نتاعك انور ثم بلدان نسمعوا بهم وقت اللي نورقوا الكتيب نتاع السي دي باش نعرفوا انور وين سجل الالبوم هذا فين استوديو في اينا
بلاصه في انا نقطه من سويسرا ولا من المانيا ولا من تركيا ولا كنت تخيل اللحظه اللي باش تولي اللي انت عليه اليوم كيفاش تحبني كنت نعرفش نسال فيك انا ساعات عبد يحط قديم وهكا طموح عالي ويقول لي انا باش نولي كيما لويس ارمسترونغ مثلا ويولي 10 سنين سي ان بو تو باش يكون عندي الطموح حتى من بعد شويه رغم اللي انا كنت نحلم برشا معناها نحلم نقص نحلم وعيني محلوله وما زلت نحلم لتوا غصمه اما لا يمكن بكري شويه باش نكون في الوقت هذاك نحلم بهذاك لا وقتها كنت منبهر بكل ما هو موسيقى نتفكر وقت كنت صغير كنت مغروم باللعب اللي هي تنتج تعمل موسيقى اللي تعمل موسيقى تعمل حس ما هذيك اللي اول الات ما بين ظفرين موسيقيه هي اللي يشريوها في العيد ولا في العيد ميلاد ولا في المناسبات سي شو كيما الزرار الكل يحبوا بل بنشري آلة حقيقية توا بعد ساعة ماكش الوقت الكل يظهر لي مصباح الليل وانت تكتب في الموسيقى وانت تسجل وانت تسمع في الموسيقيين وتسمع في مانفري دي شير وداخل خارج الاستوديوات ونهار كي وانت في التورني عندك اوقات اللي تاخذ فيهم فسحة نتاع راحة ولا لا؟ الراحة صعيب شوية صعيب بالحق؟ الراحة صعيب شوية ما صعيب على خاطر ما تاخذش وقت انور باش تقعد بيه خاطر مع الاسف هو توا اسمع اللي يدور حول معناها العمل نتاع موسيقي هذم لي تورني والاتصالات ومدرا شنو رغم اللي انا نحاول نقلل اكثر ما يمكن الموسيقيين ونحاول ما عنديش كي نقولوا احنا جني با دو في موندين قال الفرنساوي معناها نخرجش برشا ولا طبيعتك هكا انوره نوعا ما معناها عندي اصحاب بطبيعه وعندي ناس نحبهم وعائلتي وكل شيء وباتصال بيهم ونحب نلعب ونضحك و كي الناس الكل وربما اكثر من الناس الكل ولكن ولكن هي الكلمه ما نحبهاش معناها جيري اون كارييغ سي با سا لا كيستيون معناها يتطلب ساعات برشا عمل اللي ما نحبوش انا اللي يلزمني ساعات دي تاش انغرات ان بو بوكو دو تاش انغرات هذوكم اللي ياخذوا برشا كيما شنو اعطيني امثله مثلا ما نساواش كان وقت اللي باش كملت الموسيقى نتاعك وسجلت وشو باش تختار الديزاين نتاع الالبوم مثلا ولا الكتيب ولا شو باش تكتب فيه ما نساواش كان هذايا سيت اون تاش انغرات شو ما لي تاش انغرات اللي بالحق يقلقوك اللي بالاخص اللي مرتبط بالعروض باللي تغني اي انت عندك مانجر نتاعك عندك مدير اعمالك أيوة عندك ولكن البيرو دو مانجينغ وراك هو اللي ياخذ لك المواعيد وهو اللي نيغوسي معناتها لي كونترا فما حاجات اللي فريمون ينجموا يقلقوا فنان مرتاح منهم عندي دي مانجر ولكن ما ثم في المانجمنت ثم برشا حاجات ثم لي مانجر اللي هما يسميهم ندخلوا في تفاصيل المهنه باش ربما باش يتقلقوا الناس اللي يسمعوا يعرفوا كيفاش تخدم كيفاش تعيش لي ماناجير معناها ثم صعيب ياسر باش تلقى الانسان اللي اللي يولي يتكلم باسمك انت تعطيه ثقه عينك مغامره ولا مثلا اللي يولي يتكلم باسمك انت يجاوب في بقعتك انت يقول هل هذيك اي ولا هذيك لا تقبل باش تمشي البقعه هذيك باش تعمل هذاك هاو طلبك هذاك هو هذاك انترفيو دونك يلزمك تكون عندك ثقه تقريبا 100% هذا ثم لي ماناجير اللي تلاقوا بالبوكينغ نقولوا احنا يعني بتنظيم العروض وكذا هذاك عندي ناس اللي يخدموا كي سون بروفيسيونيل اكسيتيرا ما عنديش مشكل من هذيك عندي كذلك نقولوا احنا زار لا شانس دافوار كومباني دو ديسك معناها شركه اسيوانات اللي هي شركه جديه برشا واللي نستثق فيها برشا من ناحيه هذه ما عنديش قلق ولكن ثم في اشياء اخرى يلزمك دائما تتبع وتشوف وانا يقولوا اللي جو سو بيرفكسيونيست معناها نتبع شقيقه ورقيقه كما يقولوا يتقلقوا فددهم معناها كل الكبيره والصغيره تسال عليها وتناقش فيها تعرف انت هذا يتشكوا منه راهو الناس الكل اما عندك الحق خاطر في نهايه الامر صورتك انت في الحكايه هذا هو وسمعتك واسمك وحاجه طبيعيه على الاخر انور برام حكيت شويه في البدايه على معناتها تعليمك التقليدي نتاع العضو على استاذك انور السريتي ايش قاعد اليوم من انور السريتي في انور برام علي السريتي في سامحني علي السريتي ايش قاعد من علي السريتي في انور برام وفي عود انور برام كما نسمعوه اليوم في 2017 ولا في 2000
2014 ولا 2009 في الالبومات هذوما نتاعك الكل؟ والله انا بدي ساعات نتسائل، انا بدي نسائل، نسمع ساعات موسيقى نقول اه شتي العلاقة الموسيقى هذه عندها مع الشيء اللي انا تعلمته. نحسها ساعات بعيدة برشا انا بيدي وكأنها ما عندهاش علاقة، ولكن هي في الحقيقة عندها علاقة، لأنه الموسيقى نتاعي مازالت مرتبطة برشا بالميلودي. يعني حاجة ترجعك للمقام. هي حاجة ترجع للمقام. درت ورجعت للمقام انت. اما كي تسالني مثلا علاش سميت نحكيو عليهم بعد، ولكن في الاسطوانه الاخرانيه ربما حسيت اللي هكا، ورغم اللي انا اخترت موسيقيين اللي هما حقيقه موسيقيين معروفين في عالم الجاز، هما معناها يعتبروا حتى اسطورات في عالم الجاز، ولكن رغم اللي اخترت واللي في البدايه الموسيقى ما ظهرتليش عندها علاقه بالمقام، ولكن شيئا فشيئا ثم شيء، وكانه ثم شيء هزني من خلال حتى اللي انخلطت في نيويورك وسجلت، ثم شيء هزني للمقام، وثم في بعض مقطوعات ان شاء الله الاسطوانه تحضر و معناها يسمعوها الناس اللي يسمعوا فيها، خاطر ما نجمش نسمعها من الموسيقى. سي ياسر نظري تو تحكي على حاجه العباد مش تسمعها ومش تعرف، انا بيدي ما سمعتهاش. انا خلينا نحكيو عليها نهار 26 تو يسمعوها بالطبيعه. واحنا مش نحكيو عليها في كل الحالات خاطر هي اليوم هي الاكتواليتي نتاعك. انور ابراهيم في 81 استقريت لمده 4 سنوات في فرنسا في باريس انور، وتعاملت مع موسيقيين، خاصه تعاملت مع فنان كيما موريس بيجار. نحب والفت موسيقى المشاريع معناتها الاعمال هكا والمسرحيات والافلام يقولي حتى بور دي كوريغرافي، ولا انا غالطه؟ اي صحيح خدمت. كيفاش كان تاثيرهم هالاربع سنين هذه الفتره الباريزيه، كيفاش كان تاثيرها في التوشي في الريشه نتاع انور برا؟ انا وقتها حبيت نمشي لباريس، من الاشياء اللي خلتني دفعتني باش نمشي لباريس، لانه ديجا انا في تونس بديت نسمع في الاسطوانات وهكا بك بوكو دو كيوريوزيتي للانواع الموسيقيه مختلفه، موسيقى هنديه، فلامينكو، جاز، نكتشف في انماط موسيقيه وتغرمت بيهم وحبيت ما نعرفش علاش حبيت نلتقي موسيقيا مع، ولكن هذا اللي خاطر تو ولا شيء عادي، هذا انا تو نحكي على هذا يقول لك بون سي نورمال سا بيان سور الناس كل تو الموند في سا، ولكن على ليبوك سيتي با لو كا دو تو، وقتها كان كل شيء وقته، كل شيء في الكاز نتاعو. حتى كي خلطت لباريس الجاز في بقعته، الموسيقى الكلاسيكيه في بقعتها، الموسيقى الحديثه في بقعتها، الموسيقى نتاع الفاريتي في بقعتها. تصنيف كان يجي كان تصنيف صعيب. كيف انا خلطت لباريس وبديت هي شنيا في الوقت هذاك بداوا يطلبوا مني مخرجين بالاخص توانسه ومسرحيين باش نعمل الموسيقى نتاع المسرحيات نتاعهم وكل شيء. فلقيت روحي انا في باريس ونعمل في تليفونات، هاو هذا موسيقي هندي نكلمه، هاو هذا موسيقي افريقي، هاو هذا موسيقي ايراني يعزف السنتور، هاو ونمشيو للاستوديو. وقت اللي عندي لا منتج، لا عندي لا دار انتاج معناها نتاع استوانات، وقتها الموسيقى اللي نعملها انا وقتها في فرنسا كيف نقول انا موسيقي تونسي نعزف العود، سوى المنظمين ولا المنجين يطلبوا منك باش تعزف الموسيقى، نقولوا احنا ما بين ظفرين الفولكلور نتاعك، ما كانش عندهم اهتمام باش يسموا الموسيقى نتاعك كموسيقى حديثه. لا كرياسيون. خاطر يعتبروا الموسيقى الحديثه هي الموسيقى الحديثه الاوروبيه. نتاعهم هما. ولا والموسيقات الاخرين. اما انت لازمك تجي تعزف الفولكلور، لازمك تجي تعزف الموسيقى وانا رغم اللي اثنيك ولا تراديسيونيل. رغم اني نعتبر نفسي دارس الموسيقى التقليديه، نعرفها شويه كمان معناها عديد السنوات مع السريتي وفي ولكن ماشي هذيك الموسيقى اللي حبيت انا نعزفها، حبيت نعزف الموسيقى نتاعي. فمون لابوغاتواغ المخبر نتاعي كان الاستوديوات اللي كنت نمشي لهم نسجل فيهم في باريس، وانا عايش وقتها غادي الموسيقى نتاع الافلام لتونس. وحتى لين نهار من النهارات
أول موسيقي جاز بيسكو هاد ديسك هذايا عنده علاقة بالجاز كلمت موسيقي اسمه فرانسوا جانو وقتها نسمع فيه ديسكويتك الكل عندهم علاقة بالجاز برشا هي في لي لابيل انترناسيونو أنت مصنف أن تونك موزيسيان دو جاز إكزاكتومون أي وتاخذ في برشا جوائز معناها يعطيوهم تابعين الجاز أي حتى لين ليلى محمد رسول الله كيفاش يقولوا وين كنت الفنان اللي اتصلت بها فرانسوا جانو فرانسوا كلمته ناش كيفاش حصلت على النمرو نتاعو بصح باش يعلق عليه هو وقت استاميسيان تري كونو دو جاز وشكون اللي يطلب فيا عازف عود طلبت منه وقتها باش يجي يسجل معايا الله يرحمها وقتها باش نسجل الموسيقى نتاع برج الحمام نتاع مسرح فوق اي لمنصف الصايم ورجاء بن عمار منصف الصايم ورجاء بن عمار الله يرحمها اي وقتها كلمت ثله من عازفين جاز فرانسوا بيرلي جون شارل كابون وفرانسوا جانو كلمته اسرائيل باش يعلق عليا يقول لي كيسكو خاطر سا سفوزي با على ليبوك كان جوار دو عود باخي قال لي داكوردو جاي بدات معناها يعني مشيت لباريس جوابا على سؤالك اساسا رغبه باش نلتقي بموسيقيين من انماط موسيقيه مختلفه وحبيت نعيش التجربه هذيك واضح ما نجمش يكون معنا انور ابراهيم في استوديو ولو اني انا ماذا بيا معناتها نستغل وجودك الى اقصى حد خاطر عندي برشا حاجات نحب نحكيو معك انا مده طويله ما حكيناش برشا تفاصيل يهمو موسيقتك والاعمال نتاعك والجولات الموسيقيه والكتابه الى اخره اما نجمش يكون بحدنا انور ما نسمعوش الموسيقى نتاعو هذيك اخترنا بعض المعزوفات ان شاء الله نخلطو نعديو عدد منهم على كل حال او باش نبداو بلو فواياج دو سحر اخترت نوبة من لو فواياج دو سحر ومش نقول لك شنو الاساس اللي اخترت عليه المعزوفات انور خاطر انت ما اخترت معايا حد شيء خليتني نختار انا وحدي اخترت الحاجات اللي انا ظلمتهم اللي انا عاده ما نعديهمش فما معزوفات اخرين نكون ميلهم اكثر عاديهم ديما هما اكثر من غيرهم اليوم فرصه باش نسمعوا حاجات اللي ممكن انا تركتهم شويه نسمعوا نوبة من لو فواياج دو سحر نوبة من البوم لو فواياج دو سحر نذكركم اللي ضيفنا هو الفنان انور ابراهيم نجم نقولوا انور لقائك مع مانفريد اشار في 89 غير لك مسيرتك ومصيرك ولا مش صحيح؟ اي لا صحيح لانه قبل ما مانفريد اشار هو مؤسس شركه الاسطوانات اسام كيفاش تقابلتوا؟ بطريقه سهله ما تقابلناش اون فيت انا بعثت وقتها انا قداش عمري 30 وشويه وقتها كنت انا بديت نتعرف محليا وعملت عده حاجات في تونس عملت حاجات اذا ديجا عملت ليله طائر وقتها وعملت نور العاشقه ودروسيات تقول لي برشا حاجات تفيد بديت تعرف بالقدا في تونس اي ولكن كان عندي بعض عروض لبرا ولكن ما كان وقتها ما كانش عندي استيونات ما كانش عندي استيونات تتوزع وما كانش عندي فكنت لوج على منتج وعلى دار نشر الاستيونات وبالنسبه لي انا اسيان كانت في الوقت هذاك وحتى التوا داير من ال معناها ديار نشر استيونات لي بلو بريستيجيوز انا ما كنتش نامن حتى اللي باش معناها فبعثت لهم كاسيت والكاسيت يظهر لي نعرفش الحكايه حكاوا لي اون فيت الصحفيين تو يحكي له عليها خاطر يقول لي تكذبت برشا مرات خاطر ما فماش برشا موسيقيين يتعاملوا مع يحتمل انا الوحيد في اسيام اللي نتعامل مع اسيام اللي ولاو ينجوني من خلال شيء بعثته لدار اسيام خاطر بصفه عامه فخيل ما عندوش الوقت باش يسمع ويخير يسمع الموسيقيين هو بيدي هو يكتشف ويختارهم خاطر يجيهم الاف الاشياء ما نجمش يقعد يحط كرسي فهم حاطين حتى في السيت ما تبعثوناش خاطر ما كم معروفه ولكن يظهر لي وقتها انا بعثت كاسات والكاسات يظهر لي فيها في الكوفرتور فيها كاليغرافيا غاب يعني خط عربي هذا اللي فلت هو متعدي يظهر لي في البيرو لفت نظره قال شنو هذا يعني قالوا له جانا هذا من تونس وعندهم محبه خاصه للثقافه العربيه والشرقيه نعم. عندهم محبه ولا ميل خاص للثقافه الشرقيه ولا العربيه ولا با فورسيمون ما ثم لانه ثم شيء اختلف وقتها الكوفرتور بتاع الكاسيت والخط العربي حلو يعني ثم حاجه حلوه جلبت نظره يحتمل حتى ما عرفهاش من الاول اللي هي خط عربي
فاسمع نهارتها بعثت تليكس، بعثت وقتها ما تمش لفاكس لا لا بعثت تليكس قالوا لك إيجا؟ نعم قالوا لك إيجا؟ اي طلب مني باش ينتج لي الاسطوانه الاولى اسطوانه باش نسجل معاهم، ومن بعد سجلت مع اول اسطوانه سجلتها هي برزخ. فدار اسام صحيح انه لقيت نفسي من بعد الاسطوانه الاولى لانها سي سي كمام ان معناها شركه حتى ليجوندير تنجم تقول لانها غيرت معناها النقدين نتاع الموسيقى وفي تاريخ الموسيقى يعتبروا نوع ما اللي حتى اس ام غيرت نوع ما غيرت في طريقه الاستماع وفي ثقافه الاستماع عندهم الاستماع في في, في الشيء اللي حدث في الموسيقى في الجاز وفي الموسيقى في الحداثه في الجاز، نوعيه الموسيقيين اللي اختار باش ينتجهم والشيء اللي عملوه والشيء اللي ما كانش يتسمع بالكل ولا يتسمع الى اخره. ف وفي الوقت هذاك وحتى التو مازال عندهم معناها موسيقيين كبار وكبار برشا. فبالطبيعه لقيت الاسطوانات نتاعي، هو الميزه اللي عنده مانفريد ايشير انه وقت اللي انا وقتها حتى حد ما يعرفني، فبصفه عامه شركه الانتاج تحط برشا امكانيات على الموسيقي المعروف، والموسيقي اللي مش معروف تعطيه شويه امكانيات حتى مش ياسر جارانتي يعطيك الصحه. مانفريد ايشير وقت اللي سجل الموسيقي التونسي اللي انا معناه كوجيتي في الوقت هذاك معروف انكونيو باتايون، سجلت في احسن استوديوهات. تذكر روحك الاستوديو دخلت لوين؟ في اوسلو. في اوسلو وقتها سجل في اوسلو في في السويد اون اون نورفيج في النرويج. في النرويج يعني كيف يأمن بحاجه هذا الشيء اللي نحترمه فيه نحترمه يغامر ويراهن ويسانفيستي باش الحاجه هذاك. ايه هكاك بدات التجربه. ملي بديت انور برام تعاملت مع عشرات الموسيقيين، باش نذكر على سبيل المثال بعض الاسماء، بارباروس اركوسي، يان غرباريك، ديف فولوند اللي عاود رجعت له في السيوانه الاخرانيه وباش يكون موجود معاك في حماميت، جون سورمان، ريشار غاليانو، فرانسوا كوتوريي، جون لوي ماتيني، كلاوس جيزينغ، بيورن ماير، عرب وتوانسة خالد ياسين، لسعد حسني، بشير السالمي، جانجو بيتس، نشيت ويتس. أما الحاجة الغريبة ما فيهمش حتى امرأة، يا أخي ما فماش عازفات مقتدرات في العالم. مين هم النساء أنور؟ بالحق شبيهم كلهم رجال. اليوم عملت هالمحاضرة وأنا وين نعرف علاش ما فماش أنت فيك أنا عادة تسأل فيا أنا علاش ما فماش برشا نساء في ال بيانيست فيرتيوز ولا أكورديونيست ولا كونتر باسيست. ثم بالطبيعة بالطبيعة ثم هاي بوكو دو غران موزيسيان، مي سي فغي بيزارمون في الجاز ما ثماش برشا، يعني توا معناها تلفت الفت نظري الحاجة اللي أنا ما انتبهتلهاش برشا. أما في الموسيقى الكلاسيكية موجودين برشا. البارح مثلا نتفرج في تلفزة فرنساوية في داري، ثم معناها عرض كلاسيكي، ثم تقريب نحسب فيهم أن غران أوركستر سيمفونيك 10 عازفين فيولونسيل على 10 عازفين فيولونسيل، ثم 9 نساء. 9 نساء واحد برك يا راجل. علاش الناس حبيت نفدلك معاك معناتها هذه الدخله نتاع السؤال، لما نحبوا نعرفوا على اي اساس تختار الموسيقيين في كل استوانه وفي كل مره انور برا؟ الاستوانه هي اللي تنادي لهم ولا انت تلوج عليهم ولا البرودكتور نتاعك يقترح عليك؟ كيفاش تعمل باش تختار الموسيقيين؟ وزاد كيفاش تعمل باش تختار لا فورماسيون معناتها تريو ولا كواتور ولا اوركستر كيما في استذكار مثلا؟ يظهر لي اربعه فوزيت ان كواتور بلس لوركستر اللي سجل معاكم. نبدا تخدم على الافكار الاولى اللي تجي يعني وال كما نقولوا احنا لي برويون المحاولات الاولى اللي تاتي. ف هذيك الشيء اللي نختار باش نخدم عليه ونبني عليه اشياء جديده من خلال هذاك، من خلال الافكار الموسيقيه هي اللي تجي فكره الالات. عمري ما نختار الالات قبل ما نبدا نخدم على الموسيقى. لحن مثلا جمله موسيقيه اولى ف نعاود نعزفها. تلحنها بالعود؟ ساعات لحن بالعود ولا بالبيانو؟ ساعات بالبيانو. اي تعزف البيانو معناها انا؟ لا با دو تو، يعني نعزف بيانو كيما نعزف يعني بطريقه. كيفاش تلحن؟
لحن يعني جوجو دي بتيت شوز خاطر العود نستانس بيه نسمعه ديما 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 كي اللحن ساعات نحب آلة تخرجني ولو فات يعني اللي انا ما جو ميتريس با البيانو يعطيني ان سبيس ما نجمش نعمل كل شيء بالبيانو نعمل حاجات بسيطه برشا في الاول ما ننويهاش انا فورسيمون للبيانو فما بعد جي فكره الالات وقت تجي فكره الالات مثلا نقول تظهر الاله الكونتر باس وقت نكمل التلحين القطعه وقتها نحاول نفكر شكون ينجم يكون افضل كونترباسيست باش يعزف القطعه هذيك. انت تعرف مثلا لي كونترباسيست اللي في العالم الكل، خلينا نقولوا اللي في مجال الجاز في البلدان العالم الكل، تعرفهم الكل باش تختار تقول نجيب فلان مش فلان؟ ثم اللي نعرفوهم. اه. بالطبيعه ثم برشا اللي نعرفهم، سمعتهم ولا سمعت لهم استيولاتهم. معناتها عندك الوقت باش تسمع انور. مش برشا. ولكن نعرفوا شكون موجود كما الممثلين يعرفوا شكون الممثلين الموجودين ولو ما نسمعش برشا برشا نسمع شويه لازم نسمع يسمع انسان يسمع ولكن وساعات نكتشف موسيقيين مثلا عازف البيانو لي جون كوبيتس ما كنتش نعرفه قبل ولكن قعدت تقريبا ستة اشهر لوج على عازف بيانو اللي هو باش يكون موجود معاك في بلو مقامس يكون موجود معايا سجل معاك في بلو مقامس والباتور شكون اللي سجل معاك في بلو مقامس في استوديو تسجيل استوديو جاك دي جونيت ولكن مش هو اللي باش يكون موجود معاك في حمام مش هو اللي باش يكون موجود ويتس هو الوحيد من التخت هذا نتاع الرباعي اللي مش باش يكون موجود في ما نجمش يجي جاك دي جونيت كان عنده ارتباطات فما موسيقي في هذوم الكل اللي تعاملت معاهم على امتداد السنوات الكل تحسوا اقرب واحد ليك يفهم احساسك اكثر من البقيه الكل يفهمك على الرمش وقت اللي يجي ينفذ ما تلقى معاه حتى صعوبه تقول عليك انت تعزف ما تم غير تقعد تفسر له برشا قريب من حسيت هذا مثلا برشا مع بربروس الكوسي إيه عنده برشا بربروس الكوسي من الاول بكله اي حسيت هذا مع بربروس الكوسي هو سيت ان كلارينيتيست بربروس الكوسي إيه نعم. تركيا اي ما عاودش رجع تعمل هو انسان معناها ماهوش سيت ان معناها كيفاش يقولوا باللغة العربية تريز انتويتيف يمشي بالإحساس نتاعو معناتها عنده إحساس كبير برشا عمرك ما خاطر ساعات الموسيقي تحتاج باش تقول له هذه هنا نحبها أقل شوية ما نحبهاش قوية نحبها أقل نحب من الموسيقيين القلائل اللي بريسك ما نستحقش وبالأخص ما نجمش نتكلم معاه اللغة نتاعو لأنه هو ما يحكي كان بالتركي وبالتركي وتكلم أربع كلمات إنجليز وأنا أتكلم ثلاثة أربع كلمات تركي أكاو ولكن رغم هذا ما نستحقش باش نقول له شنو اللي نحب ماهوش هو وحده ثم برشا موسيقيين على خاطر ما بين قوسين الموسيقيين يعني جي لا شونس قال الفرنساوي باش نتعامل مع مع موسيقيين خارقين العادة كيف نختارهم كذلك هما عندهم الميزه هذه تفكرت تو بارباروس كسير وما كذا ربما اللي برشا ما تعملش معاه تو اي عندك سنين. سنوات اخر مره تفكر اللي كافي نتفكر وقت اللي تعاملت معاه في الاول هذا اللي حسيت به ولكن مرتبط احساس وكان عندي برشا حظ اني تعاملت مع موسيقيين اللي عندهم احساس كبير الناحيه هذه ما تستحقش تفسر لهم برشا. نحب نذكر انا بالاستيوانات نتاعك انور والاستيوانات هذولي بارزخ عام 90 هكا بعد لو كون دو لانكرويابل امور بعد خمسه مدار ثمار عام 98 اللي فيها هو بديت تعاملت مع دي فولاند وتوا عاودت رجعت للتعامل معاه بعد سنوات. استرخان كافي اللي خرج في 2000 لو با دو شانوار 2002 فما استيوان هذولي مش معروفه ياسر في تونس اللي هي شار ميديترانيا اي هي في الحقيقه مش استيوانه نتاعي هي استيوانه مش نتاعك انت مشارك فيها مع موسيقيين اخرين فاغ لو فواياج دو سحار اللي سمعنا منه بكري اللي خرج في 2006 وذولي قدمته في تونس زاده اي هو اللي قدمته في اكروبوليوم في كارتاج فوالا نذكر روحي خاطر حضرت للعرض هذاك قدمت لو با دو شانوار زاد قدمت لو با دو شانوار
وفما الايز اوف ريتا اللي خرج عام 2009 ذولي زاد قدمته في حمامات عام 2009 تكريما قدمته اول مره في جازا كارتاج واخر حاجه بيان سور سوفنانس اللي تقدم في 2014 دي ستاندينغ ايز اوف ريتا عنده علاقه بالفيلم انور اللي عملته كلمتنا بعد الحرب اللي تعمل معناتها انت الفته اخرجته في جويليا اوت 2006 في الحرب اللبنانيه في الاعتداءات الاسرائيليه على الجنوب اللبناني. عندهم علاقه ببعضهم الاستوانه والفيلم ولا خاطر انت ذكرتني انت توا في ستاندينغ ايز اوف ريتا مثلا في عاشق بيروت فيه في حاجات اللي تفكر بيروت وذول في معزوفات استعملتهم في الفيلم ولا انا غلط؟ لا استعملت أستراخان كافي في الفيلم. أستراخان كافي اي من أستراخان كافي من جهه حاجه اللي ذكرتك فيها وقت اللي ذكرتني لا ذكرتني صحيح على خاطر وقت اللي بديت نختم على The Astounding Eyes of Rita خاطر انا قعدت نتسائل زعما ثم علاقه ما بين حرب لبنان جو بعض بعضهم انور 2006 و2003 معناتها هذيك الفتره اللي تخدم فيها على الالبوم هذا في جويلي 2006 انا وقتها مازلت في البدايات الاولى في نتاع اللي نخدم على اشياء نتاع ريتا وقصيت وعملت القصيد وصارت وقتي صارت الحرب وقفت شويه على كانت صدمة انت في تونس وقت انا في تونس كانت صدمة بالنسبة لي وبالنسبة للناس الكل وخفنا الكل على لبنان وعلى الوضعية غادي فما ريتش نفسي نرجع صارت الحرب ومن بعد نرجع نتنتن على روحي في الاستوديو كأنه ما صار حتى شيء عشت نتفكر عشت صدمة كبيرة ف جيتي تري اون كولير وندور معناها وذول الناس كل وقتها طول مود تي شوكي معناتها شفت كيفاش لا ميموار اي كورت توا نساو ربما من هي الحكايه توا استنسوا الناس بالحرب توا استنسوا الشوك اللي صار لنا في 2006 فما زلازل قد هو 10 مرات قاعده تصير في 7 سنين هذوما ولينا كاننا ما عادش نحبوا نسمعوا بلازي ما عادش ولينا او اخر حاجات صارت البارح واليوم الصباح في برشلونه مثلا صحيح ففي الوقت فك الفتره هذيك لوش باش نعمل شنو يا ربي باش نعمل باش نبدل باش نرجع معناها قال لي باش نبدل الساعه بساعه ونرجع خممت باش نعمل عرض لفايت وعملت داير مش عملنا عرض في باريس وقتها في التياتر دو رون بوان شاركت فيه مش انا وحدي شاركت في عرض للهلال الاحمر اللبناني ولكن سيتي با سوفيزون فجاتني الفكره باش نعمل الفيلم هذاك باش نمشي لبيروت ونعمل الفيلم هذايا اللي يتكلم على الحرب اللي صارت خاطر عندك روابط تربطك بلبنان عندك برشا اصحابك وبرشا بقايا تعرفهم انا صحيح هذاك على شيء تمسيت ربما اكثر لانه واول مره مشيت انا عزفت في بيروت وقتها بيروت بعد الحرب الاهليه مدمره كليا وقت مشيت عزفت مازالت وقتها بيروت مدمره شبه كليا فقعدت لي كالصوره هذيك وشفت كيفاش تعاودت تبنات بشويه بشويه وكيفاش اللبنانيين يعني تحداوا كل الصعوبات هذيك ورجعوا معناها بناوا بلادهم وكل شيء فك الحرب هذيك كانت مخطره برشا لانه كان ثم زاد كان ثم ناس كل كانت تحكي على امكانيه انه ترجع الحرب الاهليه فقصيت ورجعت دونك العلاقه هي هذه العلاقه ولكن اللي صار من بعد وقت تشوف انت ذا لوفر اوف بيروت والاسماء اون فات اللي صار من بعد انه في اوت 2009 قبل ما الاستوانه تخرج توفى محمود درويش فهذاك علاش الاستوانه اسمها ذا ستاندينغ ايز اوف ريتا هي اللي يحبها محمود درويش واللي كتب عليها بين ريتا وعلي وهديت الاستوانه لمحمود درويش والعرض الكل في exactly. حمامات مهدى لوح محمود درويش باش نسمعوا ان بوان بلو في دقيقة وبعض الثواني معزوفة تحمل إمضاء أنور براهم لازم أخبار 6:30 ونعود ونواصل حوارنا مع ضيفنا الفنان أنور براهم وأكيد باش نحكيو على بلو مقامس وعلى عرض الحمامات في الساعة الثانية